أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها تحركات ولد الشيخ الأخيرة ومساعيه الدبلوماسية لبحث جولة جديدة من المشاورات بين الأطراف اليمنية. يواصل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ تحركاته وجولاته المكوكية من أجل حل سياسي ينهي الأزمة اليمنية، ففي كل أسبوع ينتقل ولد الشيخ بين عواصم عربية ودول إقليمية لحشد الدعم السياسي والدبلوماسي. آخر محطاته كانت الكويت ولقائه بأميرها الذي أعلن قابلية بلاده استضافة جولة المباحثات المفترضة بين الأطراف اليمنية. ومن الكويت تقول مصادر دبلوماسية أن ولد الشيخ أحمد سيتوجه إلى مسقط لإجراء سلسلة من اللقاءات مع ممثلي ميليشيا الحوثي والمخلوع بهدف التوصل إلى توافق يعلن على أساسه عقد جولة جديدة من محادثات السلام نهاية الشهر الجاري. يأتي هذا فيما تؤكد الأخبار عن لقاءات عدة أجراها وفد ميليشيا الحوثي داخل الأراضي السعودية مع مسؤولين سعوديين، تزامنا مع وجود مفاوضات سرية في العاصمة العمانية يجريها وفد من حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس المخلوع. كل هذه التحركات والمستجدات الدبلوماسية تأتي في وقت تتصاعد فيها مؤشرات العمل العسكري على الأرض كما حدث في تعز وكما يجري الإعداد والترتيب له في كل جبهات القتال. في حلقتنا لهذه الليلة من زوايا الحدث نناقش فيها المستجدات والتحركات الدبلوماسية في إطار البحث عن جولة جديدة من المشاورات بالتزامن مع التحركات العسكرية الأخيرة لقوات الشرعية. لكن قبل البدء بالنقاش نذهب لمتابعة هذا التقرير، تكرموا بالبقاء معنا. يسعى المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لإعلان جولة جديدة من المحادثات اليمنية في نهاية شهر مارس الحالي، في الوقت الذي لم يتحدد بعد مكان انعقاد الجولة المقبلة سواء في العاصمة السويسرية جنيف أو في دولة عربية أخرى بالمنطقة. نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله أبدى استعداد بلاده لاستضافة جولة المحادثات المقبلة، وقال إنه تم إبلاغ الأمم المتحدة والأطراف المعنية بذلك ضمن الجهود التي تقوم بها الكويت لإيجاد حل سلمي في اليمن. جاءت تصريحات جار الله عقب مباحثات أجراها المبعوث الأممي مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد صباح ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد يوم الأحد الماضي حول الوضع في اليمن والتحضيرات الجارية لجولة جديدة من المفاوضات. كثف المبعوث الأممي من لقاءاته وجهوده الدبلوماسية خلال زيارته للمنطقة بهدف التوصل إلى توافق يعلن على أساسه عقد جولة جديدة من المحادثات. وبعد لقائه بأمير دولة الكويت يعقد ولد الشيخ أحمد مباحثات مع الرئيس هادي بالمملكة العربية السعودية، كما يلتقي عددا من المسؤولين السعوديين، ثم يعقد اجتماعات أخرى في الأسبوع المقبل في العاصمة العمانية مسقط مع ممثلين عن حزب الرئيس المخلوع وممثلي ميليشيا الحوثي. التحضيرات الجارية لانعقاد جولة المباحثات اليمنية تأتي رغم عدم التزام ميليشيا الحوثي المخلوع بإجراءات بناء الثقة التي تم التأكيد عليها في الجولات المقبلة، أهمها الإفراج عن المعتقلين وفك الحصار عن تعز والسماح بدخول المساعدات الإنسانية. لكن المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني استطاعا خلال الأيام الماضية فك الحصار الجزئي عن مدينة تعز من الجهة الغربية، وبالتالي فإن هذه الانتصارات المقاومة والجيش الوطني يفترض طبقا للتوقعات أن تفرض نفسها على أجندة المباحثات المقبلة بمزيد من الضغط على الميليشيا لتقديم التنازلات والرضوخ للشرعية الدولية المتمثلة بقرار مجلس الأمن الدولي تحت البند السابع 2216. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. موضوع حلقتنا ناقشه مع ضيوفنا من الرياض عضو فريق الحكومة للتفاوض ووزير الشؤون القانونية الدكتورة نهال العولقي، وكذلك من الشارقة المحلل السياسي الدكتور عمر عبد العزيز على أن ينضم إلينا في لاحقا من الدوحة الصحفي نجيب اليافعي. أبدأ مع الدكتورة نهال. دكتورة مساء الخير. أهلا مساء النور، تحية لكم ولمشاهدي قناة بلقيس. أهلا بك دكتورة معنا. بداية لنبدأ من تحركات ولد الشيخ الأخيرة، إذا تحدثنا عن جولته ومباحثاته يعني ما هي المستجدات وما هو الجديد الذي يحمله ولد الشيخ هذه المرة؟ طبعا هذه التحركات تأتي في إطار مهمة المبعوث الخاص إلى اليمن لبذل جهد ومساعي من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة الراهنة في اليمن،
وهي جولة يعني جولة كانت مكثفة، جهد مكثف بذله السيد إسماعيل ولد الشيخ، وتنقل عبر عواصم دول عربية وأجنبية مختلفة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى خط عديدة من أجل انطلاق جولة ثانية من المفاوضات. وطبعاً هو سيأتي في زيارة إلى الرياض يعني في هذين اليومين، سيلتقي وفد المشاورات الحكومة اليمنية، وسيطلعنا على يعني ما استجد من خلال لقاءاته بالطرف الانقلابي في سواء في سلطنة عمان أو يعني غيرها، أو يعني ما استجد من التزامات من قبل الطرف الآخر. نعم دكتورة، إلى أي مدى أنتم متفائلون هذه المرة بأن ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع سيكونوا صادقين للاتجاه نحو حل سياسي ينهي الأزمة؟ طبعا المؤشرات على الأرض هي تحملنا يعني مؤشرات إيجابية، وأن التقدم العسكري الحاصل في تعز وفي مختلف المناطق، فك الحصار عن مدينة تعز من الجهة الغربية، وال يعني تعزيز الدعم للحكومة الشرعية على المستوى الإقليمي والسياسي سياسيا وعسكريا، يعني كل هذه يعني مؤشرات توحي بأن الطرف الآخر الطرف الانقلابي هو في حالة من الضعف والهوان، وأنا الآن الأوان لكي يرضخ للرعية الدولية ويلتزم بتنفيذ قرار مجلس الأمن 22/16. نعم. إضافة إلى طبعا يعني الوضع المترهل التي وصلت إليه يعني الجماعة الانقلابية التي لا تستطيع اليوم في صنعاء، هي لا تستطيع أن تتحكم في شيء يعني، وتستنزف المال العام دون أن تقدم أي شيء للمواطن، دون أن أيضا انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان هنا وهناك. نعم. كل هذه يعني الظروف تجعلهم يعني في زاوية وتجعلهم مضطرين لتقديم تنازلات. نعم. طيب دكتورة، الآن المباحثات الجارية الآن بين وفد من ميليشيا الحوثي والمملكة العربية السعودية، وهناك كما تعلمين الآن تهدئة على الحدود، أين هي الحكومة الشرعية من هذه المفاوضات؟ نحن لم يتناهى إلى علمنا بوجود مفاوضات يعني رسمية ما بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي. كل ما في الأمر هناك أن هناك يعني تبادل للأسرى على الحدود، هناك تهدئة نسبية على الحدود من أجل القيام بتبادل بعض الأسرى والمعتقلين بين الطرفين. هذا كل ما في الأمر. المفاوضات هي ما بين أو المشاورات من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن هي كانت وستكون بين الحكومة الشرعية اليمنية والجماعة الانقلابية الملتزمة أو التي يجب أن تنفذ قرار مجلس الأمن 216. طيب دكتورة تكرمي بالبقاء معنا، نشارك معنا في الحديث من الشارقة المحلل السياسي الدكتور عمر عبد العزيز. دكتور مساء الخير. أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا بك دكتور. يعني تحدثت الدكتورة نهال بأن المباحثات الآن التي تدور ما بين المملكة العربية السعودية وميليشيا الحوثي عبارة عن تبادل أسرى فقط وليس لها أي بعد آخر، وإذا كان هناك أي مفاوضات ستكون بين الحكومة الشرعية والانقلابيين برعاية أممية. أنت كيف تقرأ هذه المفاوضات مع وجود تهدئة الآن على الحدود السعودية؟ هذه مسألة جزئية لعب فيها بعض الجانب القبائل الرشيدين والخيرين دور من أجل تبادل الأسرى من جهة ومن أجل تهدئة الأوضاع في المنطقة الحدودية على وجه التحديد. نعم. لكنها ليست بديلة عن قرار مجلس الأمن ولا عن المبادرة الخارجية ولا عن نتائج مؤتمر الحوار الوطني. نعم. في نهاية المطاف هنالك ثوابت متفق عليها من قبل الجميع، وهذه الثوابت ليست ثوابت الشرعية فقط لكنها ثوابت الذين حاربوا الشرعية أيضا، أي أنهم شاركوا في مؤتمر الحوار الوطني وقبلوا بالمبادرة الخارجية علنا وقبلوا بالعملية السياسية علنا، ولكنهم كانوا يظهرون عكس ذلك تماما. طبعا لذلك ما يجري من على خط التهدئة أمر له علاقة بالمسائل التكتيكية على مستوى الإدارة العملياتية من جهة، وعلى مستوى أيضا الاستجابة للجهود الخيرة للمكون القبائلي الاجتماعي ذو العلاقة أيضا بالبعد السياسي. نعم. وبالتالي الجهد الذي يبذل من قبل بعض المكونات الاجتماعية القبلية في هذا المستوى هو جهد محمود، لأنني أنا يقين إيماني لأن هنالك بعض شيوخ قبائل ممن لا يقبلون باستمرار الوضع على ما هو عليه، وممن يدركون
معنى الانقلاب الذي تم على الشرعيه، وليس نعم. الانقلاب على الشرعيه هو انقلاب على عبد الرب المنصور، هذه هو نعم. لكن هناك دكتور نعم دكتور على الاجماع، على الاجماع نعم. اليمني نعم. الذي ارتضاه الجميع بطريقه حكيمه وعاقله. نعم، لكن دكتور هناك يعني تخوفات، هناك من يتحدث بان يعني هذه المفاوضات تفضي لايقاف الحرب في الحدود السعوديه، علها يعني تتفرغ الميليشيا لحربها الداخليه. لا لا، على الاطلاق، علينا ان نخلص الاوراق. انا في تقديري الشخصي ان هذه المساله تدل فيما تدل على ان الحلف الصالحي الحوثي انجاز التعبير بدا يتشقق، وان هنالك طرفا من في المعادله السياسيه الانقلابيه بداوا يدرسون النتائج الوخيمه للاستمرار في هذا المد، خاصه وان هذه النتائج الوخيمه تتمثل وتتبلور تحديدا في وجود اجهاد وطني كبير جدا ومقاومه شعبيه ضاريه ووجود تحالف عربي عريض داعم، ووجود دعم دولي نعم. للشيعية. من هذه الزاوية، من الحكمة بمكان ومن المنطق ومن العقل، أن يستجيب البعض لضرورات الحل السياسي، لأنه لا حل آخر لهذا الحل. نعم. طيب دكتور، إذا ربطنا الآن هذه التحركات يعني ومدى استفادة الحكومة الشرعية وتوظيف الانتصارات التي تتحقق على الأرض الآن، تعز يعني فك الحصار عن تعز، وهناك تقدم كبير أيضا هناك في جبهة ميدي، أيضا في مأرب ويعني نهم، هذه التحركات كيف يمكن للحكومة أن تستغلها في المشاورات القادمة مع ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع؟ كل هذه المسائل تصب في نفس المجرى، في نفس المطاف. نحن نتكلم عن روافد كثيرة جدا للمقاومة، للعملية السياسية، للعملية الإعلامية، للعملية الاجتماعية، كل هذه الأمور في نهاية المطاف تصب في مجرى الحل السياسي وفي مجرى الاستمرار في العملية السياسية من حيث انتهت. نعم. بمعنى آخر، أنه لا يمكن العودة إلى الوراء بحالة من الأحوال. النظام القديم قد خبى وتلاشى وهو لم يعد صالحا للمستقبل، والمشروع الانقلابي الذي وقع فيه الحوثيين وبعض من يحالف الحوثيين من المؤتمرين أيضا خبى وتلاشى ولا مستقبل له، وتبعا لذلك من الحكمة بمكان ومن المنطق العاقل الذي يتسق مع معنى الجغرافيا والتاريخ اليماني أن يتسق الجميع مع الحل السياسي بناء على ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني. نعم. وتعمل الوضعيات التي سبقت مؤتمر الحوار الوطني، هذا هو الدرب السالك لمشاركة الجميع ولحضور الجميع في المعادلة ولي تحقق الهويه اليمنيه في اساس نعم المواطن. دكتور، وهل تعتقد أن نعم اساس الامريكيه نعم الاهداف التي كانت قد كفلت لميليشيا الحوثي قبل هذه الحرب وقبل الانقلاب، هل تعتقد انه اذا كان هناك اي تسويه سياسيه لا زالت هذه الاهداف التي تحققت لهم في مؤتمر الحوار سينالوها بعدما يعني عبثوا في البلد هذا الخراب وانقلبوا على الشرعيه؟ انا اقول في نهايه المطاف من يقبل بالعمليه السياسيه يمكن ان يكون مكون سياسي مشارك، ولكن هذا لا يلغي بحال من الاحوال الحقائق الموضوعيه التي حدثت على الارض. دائما تنتهي الحروب بنوع من التسامح ونوع من التصالح ونوع ايضا من العداله الاجتماعيه، العداله القائمه على اساس انصاف المظلومين وانصاف الذين تضرروا من هذه الحرب. نعم. انا اعتقد ان الدوله الضامنه، الدوله الكفيله، الدوله التي تمثل المظله العامه للوئام الاجتماعي والسلم الاجتماعي والاداره السياسيه والاداره المدنية، هذه الدولة هي الضامن لما بعد الحلول السياسية حتى نعم. نعم. طيب دكتور تكرم بالبقاء معنا، أعود إلى الدكتورة نهال وزير الشؤون القانونية. دكتورة نهال، تحرك الرئيس عبد ربه منصور هادي الأخير وزيارة للكويت، هل من دور كويتي في إطار التحضير للمباحثات القادمة، وهل يمكن أن تكون الكويت مكان لهذه المباحثات بحسب ما أعلن عنه أمير الكويت؟ أنا ليس لدي معلومات دقيقة في هذا الأمر، ولكن الكويت طبعا من العواصم المطروحة لاستضافة المشاورات المقبلة. نعم. وهذا بالتأكيد يعني هذه الزيارات تصب في هذا الاتجاه من أجل يعني تهيئة وترتيب الأمن واللوجستي لاستقبال وفد المشاورات. نعم. نعم. طيب دكتورة، في حال يعني أفضت هذه المشاورات بالنسبة ل يعني إلى طريق مسدود، وكانت الميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع كما عدهم في كل المشاورات السابقة وكل المفاوضات دائما تصلوا معهم إلى طريق مسدود، ما هي الخيارات المطروحة أمامكم؟ نحن سنذهب من أجل التشاور لتنفيذ قرار مجلس الأمن 216 وبحسب جلدة الأعمال المتفق عليها سلفا،
والتي من أسسها الثلاث المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216. نعم. في إطار هذه الأسس الثلاثة والمرجعيات سنذهب للقاء الجماعة الإنقلابية من أجل التشاور في وضع آلية تنفيذية لتطبيق قرار مجلس الأمن وتنفيذ قرار مجلس الأمن على الواقع، ولا سيما الفقرة الأولى من هذا القرار التي تلزم جماعة الحوثي وصالح بوقف إطلاق النار، وقف العنف، وتسليم السلاح والانسحاب من كافة المناطق التي سيطروا عليها بما فيها العاصمة صنعاء. نعم. هذا هو خيارنا وهذه استراتيجيتنا وهذه ثوابتنا، وإذا كانوا هم يعني مستعدين وقد وصلوا إلى قناعة تامة بأنه لا خيار سوى الحل السلمي عن طريق قرار مجلس الأمن والمرجعيات المتفق عليها. نعم. فأهلا وسهلا، نحن نمد أيدينا لهم، وإذا هناك أي يعني تلكو أو البحث عن خيارات خارج إطار هذه المرجعيات فطبعا يعني لن تكون هناك. نعم. يعني أي نتائج. نعم دكتورة. نعم. التصدع اللي حصل مؤخرا بين ميليشيا الحوثي وأيضا تحركات الرئيس المخلوع باتجاه آخر، وكل في اتجاه يبحث كما يقول البعض عن مخرج ليبيع الآخر، أنتم الآن كيف يمكن لكم أن تستغلوا هذا يعني التصدع في بين الإنقلابيين، وأيضا توظيف الانتصارات الأخيرة التي حدثت في تعز وأيضا في مأرب وميدي من أجل الدفع في يعني الضغط في تنفيذ القرار 22/16؟ طبعا هو التصدع ما بين جماعة الحوثي وعلي عبد الله صالح ليس وليدي يعني اليوم. قد تكون الأحداث هذه أسهمت في تعميق هذا يعني الخلاف والشقاق فيما بينهم، ولكن هم في الأصل يلتقون في بعض أو يتقاطعون في بعض المسائل ويختلفون في أهداف استراتيجية كبيرة لمسناها في المفاوضات السابقة. يعني هناك خلاف أيديولوجي، هناك خلاف الاستراتيجية في الأهداف كما قلت، الأهداف الاستراتيجية التي يريد كل طرف أن يصل إليها، ولكن تعمق هذا الشقاق وهذا الخلاف مع التقدم الكبير الذي أحرزته الشرعية والمقاومة الشعبية، وبالتأكيد هذه ستكون يعني ورقة ضغط. نعم. وعامل قوة بالنسبة لنا نحن وفد الحكومة. نعم. الشرعية، وستكون حاضرة على طاولة المفاوضات وتعزز موقفنا. نعم دكتورة، يعني سؤال أخير نودعك فيه، فيما يخص هناك الكثير يتحدث من أي من تخوف إذا ما حصلت أي تسوية سياسية تكفل للانقلابيين يعني الحضور في الدولة والمحاصصة في الدولة، في أيضا بعيدا مثلا عن تسليم السلاح يعني بشكل نهائي للدولة، وأن يعني ينهجوا نهج سياسي، إذا ما حدث مثل هكذا تسوية، هل يمكن المساومة على إبقاء السلاح بيد ميليشيا الحوثي أو أي جماعة أخرى؟ أعتقد أنه لا، يعني لا توجد دواعي لمثل هذه التخوفات. لماذا لا توجد هذه الدواعي؟ لماذا دكتور؟ لأن قرار مجلس الأمن واضح أن يلزم جماعة الحوثي بتسليم السلاح والانسحاب، ومخرجات مؤتمر الحوار التي نعدها مرجع أساسي أيضا تلزمهم بتسليم السلاح والتحول إلى حزب سياسي يشارك في العملية السياسية، وهم اليوم أضعف بكثير من الأمس ولا مجال للمقارنة. طبعا جماعة الحوثي كجماعة أو كمكون مكونات المجتمع اليمني لا يمكن إقصائهم بتاتا، ولكن القيادات التي يعني وجهت هذه الجماعة باتجاه الانقلاب على الشرعية وتمزيق الوطن وقتل الشعب اليمني بالتأكيد لن يكون لها أي حضور في الخارطة السياسية المستقبلية، ويجب أن تقدم لمحاكمة عادلة يعني. نعم. تقتص منهم لهذه الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب اليمني وحق الوطن.
شكرا جزيلا عضو فريق الحكومة في المشاورات ووزير الشؤون القانونية الدكتورة نهال العولقي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إلى الشارقة مع الدكتور عمر عبد العزيز. دكتور عمر، هناك يعني من يقول بأن ميليشيا الحوثي يعني تسعى من خلال هذه المشاورات إلى امتصاص غضب الشعب ويعني في الداخل وأيضا المجتمع الإقليمي والدولي من أجل التخفيف من التصعيد العسكري الذي تواجهه في الميدان، وهي بالتأكيد ليست جادة في القبول بأي حلول سياسية، ما رأيك؟ أنا أعتقد أنهم ليسوا على كلمة سواء، وليس كل الذين تحالفوا ضد الشرعية على كلمة سواء، وبهذا المعنى البعض منهم نصنف في أنهم يريدون الانتحار بالعملية السياسية على قاعدة أن هذا هو المخرج الأخير والوحيد وليس هنالك المخرج الآخر، خاصة وقد تبين بالدليل القاطع أن كل المدن اليمنية تلفظ وترفض الانقلاب وأن هنالك تحالف عربي رصين متماسك وأن هنالك أيضا موقف دولي كامل وشامل ومتماسك. وطبعا لذلك أفترض أن البعض منهم يقبل العملية السياسية ويرتضي التنازل الشجاع من أجل المستقبل، ولكن هنالك من يريد شراء الوقت بطبيعة الحال، لكننا لا نستطيع أن نسيء الظن بالجميع. هنالك من يريد شراء الوقت لأسباب تكتيكية، ومن يريد إعادة استخدام التكتيكات الخائبة التي استخدمت بعد المبادرة الخليجية، ولكن لا يلدغ المؤمن كما يقال من جحر مرتين. المبادرة الخليجية التي وافق عليها علي عبد الله صالح ووقع عليها ووافق عليها المؤتمريون المتحالفون معه، وليسوا جميعا طبعا، القلة القليلة من المؤتمريون المتحالفين معه، ووافق عليها الحوثيين من خلال الدخول في العملية السياسية المباشرة وإشهار أنفسهم كحزب سياسي، كانت هذه الموافقات كلها كاذبة. تجلت بالدليل القاطع أنهم كانوا يريدون شراء الوقت من أجل الانقلاب. والآن أنا أعتقد أن مثل هذا التفكير الشيطاني قد يكون موجود عند البعض منهم، ولكن المعادلات على الأرض تغيرت، والحسابات تغيرت، والحقائق ظهرت بشكل كبير. لا أعتقد أنه يمكن استخدام ذات المكيدة السياسية مرة أخرى في المعادلة القادمة. المعادلة القادمة ستكون واضحة المعالم لجهة القرارات الدولية والقرارات اليمنية التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني، وأيضا العملية السياسية وما أخرجته من مخرجات واضحة المعالم. دكتور كيف؟ واضحة عليهم أن يعلموا أنه لم يتكرر لبنان في اليمن. لم يكن هناك محاصصة ذات طابع لا طائفي ولا قبائلي ولا حزبي. سيكون هناك مواطنة واحدة متساوية، وسيكون هناك دولة معنية بإدارة العملية السياسية وامتلاك مؤسسة القوة بكل أشكالها. عليهم أن ينخرطوا في إطار العملية السياسية وفي إطار الدولة بكل بساطة. من لا يريد دكتور أن يتفهم هذه الحقيقة عليه أن يعرف أنه ليس منتميا للمستقبل ولا للحاضر حتى. دكتور، كيف يعني تقرأ تصريحات ياسر العواضي القيادي في المؤتمر الشعبي العام جناح الرئيس المخلوع هذه المرة، عندما ذكر أن يرحبوا بوصول والد الشيخ لتجديد المباحثات الجديدة، وأيضا تحركاتهم الأخيرة في عمان وفي الإمارات وفي روسيا؟ بعض التصريحات وبعض التصرفات السياسية ما زالت مقيمة في الماضي القريب، مقيمة في فلسفة شراء الوقت وفلسفة الإدارة بالتكتيك، وهذا كله كلام ما لوش معنى في تقديري الشخصي. أنا أحسن الظن بالتصريحات الإيجابية أيا كانت، ولكن في نهاية المطاف على السياسي اليمني اليوم أن يتخلى عن هذه الثقافة البادية، لأنها ثقافة أثبتت أنها لا مستقبل لها ولا قيمة لها. عباس أصبحوا الآن لا يثقون في كلام السياسيين ولا يثقون في كلام المكونات السياسية المباشرة، لأنهم يرون أن هنالك أفعال لا علاقة لها بهذه التصريحات. وطبعا لذلك علينا أن نعرف أيضا أن الرهان على الأمم المتحدة هو رهان على القرار 2016 بالدرجة الأولى، وليست جهود الجهاز التابع للأمان العام للأمم المتحدة، لأن هذا الجهاز بطبيعته ليس جهازا يستطيع أن يجبر أو يقهر من لا ينفذ قرار من القرارات. هذا الجهاز معني بتقريب وجهة النظر وبإصلاح ذات البين بالمعنى الإصلاح العام الاجتماعي للكلمة، ولكنه ليس جهازا مخولا بحال من الأحوال في أن يتخذ قرارات راديكالية أو أن يؤثر على مسار العملية السياسية بشكل راديكالي. دكتور، أقول منظور الأمم المتحدة السابق واللاحق كلاهما يعملون مع جهاز الأمان العامة، وكلاهما ليس مخولا على الإطلاق في أن يكون له إمكانية قهرية وجبرية لأي طرف من الأطراف. دكتور تكرم بالبقاء معنا. ينضم إلينا الآن من الدوحة الصحفي نجيب اليافعي. نجيب، مساء الخير. مساء النور. على
أهلا بك نجيب معنا في زاوية الحدث. نجيب، كيف تقرأ المواقف والتحركات الإقليمية والدولية للأزمة اليمنية؟ هل تتوقع انعقاد جاد هذه المرة يكفل نتائج تنهي فعلا الأزمة في اليمن؟ في تصوري أتفق مع الدكتور عمر فيما طرحه، وجد على ذلك أن الموضوع السياسي لم يعد له معنى خلال المرحلة المقبلة. في تصوري أن لماذا لم يعد له أي لماذا سيد نجيب؟ كانت الدلائل التي تشير إليها الأرض، زيارة الفريق الرز مع المحسن الأحمر اليوم مع قائد العملية الخاصة، وتأكيدهم أن السلطات اليمنية والدولة مصرة على استعادة كل مؤسسات الدولة، وهذه الاستعادة لن تتم عبر المفاوضات السياسية التي أثبتت فشلها خلال الفترة الماضية. تصوري أن المرحلة القادمة سيكون الحل فيها حل عسكري، وهذا هو الطريق الأسلم والأفضل لليمن وأيضا لدول التعاون الخليجي، والسعودية أيضا تدرك مدى مخاطر المفاوضات التي يترتب عليها ما ترتب على المفاوضات السابقة والتي قادها جمال بن عمر، حيث أوصل اليمن وسلمها على طبق من فضة لميليشيات الحوثي، وأصبحت إيران على الخاصرة الجنوبية للسعودية، وبالتالي ما يدور حول وجود مفاوضات لم تأدوى ولم تزيد أكثر مما حصل خلال المفاوضات الأولى والثانية والتي لم تقدم شيء. نعم سيد نجيب، لكن البعض البعض يعني يرى من تحركات ميليشيا الحوثية الأخيرة والذهاب إلى المملكة العربية السعودية للتفاوض، وكما تعلم الآن هناك هدنة أوقفت العمليات على الحدود السعودية، تقوم ميليشيا الحوثي بنزع الألغام، هذا دليل على حسنية وأنهم يبحثون عن حل سياسي يكفلهم في مستقبل عملية سياسية، لا سيما بعد يعني الخسائر العسكرية التي تتوالى عليهم في الداخل. من غير المخفي ان يكون انتزاع مجموعه الغام هذا دليل على حسنيه، في مقابل زراعتهم لعشرات الالاف بل مئات الالاف للغام في كل المحافظه اليمنيه بما فيها تعز والجوف ومارب وبقيه المناطق. في تصوري ان ما حصل خلال الفتره الماضيه من ذهاب مجموعه من الحوثيين وعمليه ايفاد صعدات بما 22 الف طن من المساعدات البدائيه، هذه عباره عن فتح منافذ لتخفيف الضغوط الخارجية على السعودية وأيضا على الخليج، وهناك ضغوط دولية كبيرة تمارس من قبل الاتحاد الأوروبي وأيضا من قبل أمريكا التي يبدو أنها انسحبت كليا من المنطقة، وبالتالي هي تريد أن ترغم السعودية على التفاوض مع إيران حول ملفات المنطقة بما فيها اليمن الذي ارتبط مصيره أيضا بمصر سوريا. لكن تصوري أن السعودية وأيضا الدولة اليمنية ماضية في اتجاه بالاتجاه العسكري، ويبدو ان الجانب العسكري سيكون هو المبار خلال هذه المرحله. بالنسبه للمفاوضات يبدو انها ستصير كما يروج لاخر هذه المرحله. نجيب تكرم بالبقاء مع عوده اخيره للدكتور عمر عبد العزيز المحسسي. دكتور، هل يعني تتفق مع ما طرحه نجيب بان الحليف الدولي روسيا و يعني إيران رفعت يدها مما يدور في اليمن من الميليشيا وتخلت عنهم تماما؟ روسيا لم تكن حليفة بالمناسبة لدى دخلة الأوراق. الموقف الإيراني هو الموقف الداعم للحوثيين ولمشروع ولاية الفقيه في اليمن كما حصل في العراق وكما يحصل في لبنان، بمعنى آخر أن إيران هي الملتبسة، النظام الإيراني تحديدا النظام الملالي في إيران هو الملتبس بالحالة. أما فيما يتعلق بروسيا، روسيا كانت مع القرار الأممي 22/12، روسيا تحاول أن تحافظ على خطوط تواصل مع مختلف الأطراف من جهة، ولكنها في نهاية المطاف تقف مع الشرعية، هذا هو الأمر المؤكد. وبالتالي ليس الموقف الروسي هو مشابه بالمعنى الكلي للكلمة والتفصيلي للكلمة، الموقف اللي في طهران. ومن هنا ومن ثم نستطيع أن نتلمس أن روسيا كدولة كبيرة ودولة لها حسابات جيوسياسية معقدة ومركبة يمكن أن تلعب بأوراق متعددة أكثر من إيران وأكثر من الدول المتوسطة الحال أو صغيرة الحال. ومن هنا المراقب السياسي مرات كثيرة جدا ما يستطيع استقراء الموقف الروسي بطريقة أكثر دقة وأكثر وضوح. لكن أعتقد أنه في نهاية المطاف روسيا ليست في هذا الصراع مع الحوثيين بحال من الأحوال. أشكرك. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي الدكتور عمر عبد العزيز، كنت معنا عبر الهاتف من الشارقة. عودة أخيرة إلى سيد نجيب اليافعي من الدوحة. سيد نجيب، إذا تحدثنا عن يعني في سؤالي الأخير عن الدلالات، الآن
للتحركات الدولية والإقليمية، هل باتت هذه المرة واضحة وجلية بأنه لا بد أن يكون هناك يعني حل الأزمة اليمنية سواء عسكريا أو سياسيا؟ طبعا الخيار الثاني الذي استبناه الامم المتحده وكثير من الدول الاقليميه هو توريط السعوديه عبر الاقصاء على جماعه الحوثي خلال المرحله المقبله حتى يتم استثمارها ويتم تهديد السعوديه ومن ثم الخليج، وبالتالي اعتقد ان السعوديه تذهب باتجاه الحل العسكري وما يدخل في المخابرات العسكريه السعوديه وايضا في تحركاتها على الميدان وايضا دعمها تحركات الفريق الركن علي حسين الحمار خلال المرحله الماضيه و ما حصل ايضا في تعز، كل هذه دلاله تشير الى ان المفاوضات يترك لها بنفسها لكنها ضيق وصغير ولا يمكن ان يحصل منه على شيء. نحن نعلم ان هناك اكثر من 40 الى 50 قرار وذهان ما بين يعني واتفاقيات محليه واقليميه ودوليه، هذه كلها لم تنفذ منها هذه الجماعه الشيء، وبالتالي اعتقد ان اي مفاوضات مع عصابات او جماعات مسلحه وميليشيات هذه طبعا ما يحصل في اليمن هو حادثه فريده في القرن العشرين بل في كل القرون. نعم. يتم التعامل مع ميليشيا ويتم التعامل معها ويترك لها مجلس مفاوضات وايضا يتم التعامل على يعني حل سياسي مع ميليشيات. هذا لم يحصل. هناك نموذج بسيط جيش فارك له اكثر من 40 سنه وهو يقاتل. نعم. الدوله والدوله ترفض الوصول معه الى اي اتفاق قبل حصول ثلاث اشياء ومن اهمها الاعتراف بالدوله تسليم كل السلاح وايضا تحمل كل المسؤوليات فيما يتعلق بالقتلى والجهاد ثم بعد ذلك الدخول في المفاوضات. هذا نموذج التلاون لكن ما يحصل في اليمن هذا شيء غريب وعجيب. أشكرك. أي شيء. أشكرك جزيل الشكر الصحفي نجيب اليافعي، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من زوايا الحدث، شكرا لضيوفي الكرام الذين شرفونا في حلقة اليوم، الدكتورة نهال العولقي عضو الفريق الحكومة التفاوضي ووزير الشؤون القانونية، الشكر للمحلل السياسي الدكتور عمر عبد العزيز كان معنا عبر الهاتف من الشارقة، والشكر أيضا للسيد نجيب اليافعي الصحفي، شكرا جزيلا لكما، والشكر موصول لكم على حسن المتابعة. حتى الملتقى بحلقة جديدة من زوايا الحدث، حفظكم الله والوطن. السلام عليكم.